مع الناس مع مقداد الحميدان. أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الناس، نعيش معهم معاناتهم ونسمع لشكاويهم. طبعا الحديث اليوم أكيد على موضوع التظاهرات اللي يشهدها الشارع العراقي. طبعا بعيدا عن ما حدث يوم أمس من اعتداءات من قمع المتظاهرين، أريد بس نتحدث عن موضوع يكاد من المواضيع يكون اليوم هي تساؤلات تطرح على الحكومة، الحكومة اللي يعني منتهي ولايتها، وأيضا إلى الحكومة الجديدة اللي ممكن أيضا تتشكل بالأيام القادمة. اليوم إحنا نتمنى أنه يجينا أو تجينا حكومة تحمل هم المواطن وتنفذ أساسيات العيش الرغيد للمواطن، أبسط الأساسيات. إحنا ما طالبين اليوم من عندكم مترو أنفاق، ولا طالبين منكم خطوط نقل مثل باقي الدول، ولا طالبين منكم شوارع معبدة مثل العالم، ولا طالبين منكم ضمان اجتماعي مثل باقي الدول، ولا طالبين منكم ضمان صحي مثل العالم والناس. إذا نجعل صحة فالكل يعرف شنو الوضع المأساوي الصحي في كل المستشفيات. يمكن احنا نسينا وانتو نسيتوا والكل نسى اللي يتعرض له أطفال البصرة المصابين بأمراض السرطان، الله يكفينا وإياكم الشر، بالكانسر، المصابين بمرض الكانسر من أطفالنا اللي بالبصرة نتيجة الحروب المدمرة اللي مرت بها البصرة، ونتيجة أيضا مخلفات الحروب، ونتيجة القصف اللي تعرضت له البصرة سواء بالثمانينات سواء بالتسعينيات سواء بالحرب الأخيرة بال2003 بالقنابل المشعة. الوضع أيضا مو بس القصف، أيضا مخلفات النفط والمعامل النفط والشركات النفطية واستخراج النفط بالمخلفات بالدخان بالغاز انبعاث الروائح إلى آخره، هذه كلها كان لها تأثير على الولادات في البصرة. ونجد اليوم عفوا أطفال البصرة كيف يعانون من أمراض غريبة أو مخلوقات، أيضا الولادات الجديدة أيضا كيف نجدها مأساوية للأسف الشديد. وأبسط شيء كنا نتحدث على الواقع الصحي أن احنا عندنا أطفال يموتون في مستشفيات البصرة بسبب مرض الكانسر وما وجدنا لهم أي علاج، يضطر الأب يروح يشتري الأبرة من الخارج من خارج المستشفى ب$2000، وبعدين تطلع الأبرة أساسا مغشوشة، فأصلا بلد ما يقدر يأمن لك علاج مو مغشوش. انتوا تصوروا الحالة اللي وصلت اللي بدون رقابة أصلا على الحدود وعلى العلاج وعلى الصحة، الحالة اللي وصلت بينا ها أنه ما نقدر نميز أن هذا العلاج أصلي لو علاج مغشوش، وبعدين يستخدمون أبنائنا استخدام على الفاضي وبعدين يموتون من مرض الكانسر لأن أساسا ما عندنا علاج صحيح، ما عندنا علاج صحيح. هذا أبسط شيء اللي يحصل
في مستشفيات البصرة، وبعدين تلومون أهل البصرة ليش يطلعون تظاهرات؟ هذا أبسط شيء اليوم. وأعتقد حسب ما وردني خاص أن هناك تبرع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لإنشاء مستشفى قريبا في البصرة لأطفال لمصابي أطفال السرطان، وهذه منحة وهدية من الملك سلمان. شكرا للسعودية وشكرا للمملكة وشكرا للملك سلمان على هذا المشروع وهذه الخدمة لأبناء البصرة. إذن إحنا اليوم أمام عدة مشاكل، عدة مشاكل ما تستطيع الدولة حلها. تروح للمنشآت النفطية والأماكن اللي توجد بها الشركات النفطية، الكهرباء ما تدفع عندهم، ما تدفع عندهم الكهرباء، لكن تجي إلى مركز البصرة للأسف الشديد الكهرباء تطفى. ومثل ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم أن الكويت تضيء ظلام العراق، يمكن الكل قرأ هذه في صحيفة الأنباء أو جريدة الأنباء الكويتية اليوم في عددها اليوم الصادر أن الكويت راح تعطينا هي الغاز اللي شغل الغاز وايل اللي راح يشغل لنا المحطات الغازية أو محطات الكهربائية. وبعدين ما لو تجي تقرأ بالجرائد أيضا قبل كم سنة، قبل بالسبعينات وبالستينيات، راح تجد العكس، تجد أن مساعدات عراقية تصل إلى الإمارات أو تصل إلى الكويت. الآن صرنا بالمقلوب، صارت الناس تصدق علينا. ليش؟ بسبب السياسات الخاطئة، بسبب الفساد المالي والإداري، بسبب إحنا اليوم ما عندنا عقلية سياسية واقتصادية تمسك البلد زين، والفساد وهدر المال اللي صار سابقا. إذن اليوم إحنا عندنا مشكلة، هي مشكلة الكهرباء. شلون راح تنحل زين؟ اليوم مشكلة الخدمات شلون راح تنحل؟ والآن في هذه اللحظات أكو تظاهرات في بغداد وقطع للطرق المؤدية إلى ساحة التحرير، والوضع في تصاعد على أمل أن الحكومة تجد حل فعلي لهذه المشاكل، وإلى الآن لم نجد للأسف الشديد أي حل. لا يوجد الآن حتى بصيص أمل لحلول، لا توجد، مع أنه أعتقد السيد رئيس الوزراء وجه مع في اجتماع مع خلية الأزمة الأمنية والخدمية إلى حلول وإيجاد حلول لكل الأزمات. طبعا المناطق الغربية والشمالية والشرقية الوضع المأساوي الخدمي، الوضع اللي بيمرون ما يقل شأنا عن المناطق الجنوبية، لكن اللي صار بيهم في السنوات الماضية الآن يجعلهم في حسرة، في حيرة من أمرهم، أيضا يطلعون تظاهرات أو ما يطلعون، يبقون ساكتين على هذا الوضع المأساوي، لو لا يقول لك خلينا خلاص خلينا نبقى ساكتين أفضل من ما نطلع بتظاهرات ووضع يصير عندنا مأساوي. وياي اتصال شباب، ها قطع الاتصال، يقول خلينا ساكتين أفضل من ما نطلع تظاهرات، ما أن الحال في صلاح الدين الخدمي الصحي الكهرباء غيرها ترى ما يقل شأن عن المناطق الجنوبية أطلاقا، لكن يقول لك خلاص خلينا في هذا الوقت ساكتين. إذن اليوم إحنا أمام مشاكل عديدة، نتمنى أن الحكومة فعلا تجد حل.
اللي زاد الطين بلة اليوم هو قمع المتظاهرين. قمع المتظاهرين وهذه الممارسات اللي شفناها ضد المتظاهرين هذه للأسف الشديد كانت ممارسات خاطئة. أعتقد اليوم القوات الأمنية هي أكثر تفهما من غيرهم. أن أخذ وياي أول اتصال في هذه الحلقة أم إيمان من بغداد. أم إيمان تفضلي. تفضلي. ألو. تفضلي. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحكومة القطعة من 500 مال الشرطة مال الجيش. نعم انقطع الاتصال. انقطع الاتصال. طيب اتصال آخر. نعم ايضا انقطع الاتصال. اكو مشكلة عندنا بالاتصالات. اتمنى اللي يتصل ايضا يبتعد عن التليفون، عفوا يبتعد عن التلفزيون يسمعنا من التليفون. بصراحة الاوضاع المأساوية اللي تجري بالعراق يعني جدا مربكتنا. نتمنى ان تكون هناك تبقى التظاهرات تحافظ على سلميتها، وايضا نتمنى أيضا على كل القوات الأمنية أن تتعامل مع هذه التظاهرات، أن هذه مطالب مشروعة. يعني اليوم إحنا أعتقد كل نعم خلينا نأخذ فاصل سريع وبعدين نكمل. فاصل. مع الناس مع مقداد الحميدان. مرة أخرى حبيبتي الكرام مرحبا بكم بعد الفاصل. طبعا قبل الفاصل كنا نتحدث عن أبرز المآسي اللي للمواطن العراقي. المشكلة الكبيرة الآن هي مشكلة البطالة. مشكلة البطالة هي وحدها مشكلة اليوم. تعرف اليوم من مثلا تجي إلى بيت قرب منشأة نفطية أو قرب شركة نفطية وشوف الناس رايحة وجاية على الأجانب والبنغال والنيبال وكل هذه الدول اللي بها آل. المهم كلها تجي تعبر علي وتاخذ رواتب 2000 دولار و3000 و6000، وهو أب لخمسة أطفال أو لست أطفال ما كلهم عاطلين عن العمل. فتخيل أنت نفسية الأب ونفسية المنزل كله شلون راح تصير. فمشكلة كبيرة اليوم إحنا نمر بيها ونعانيها هي مشكلة البطالة. اليوم أهل البصرة أولى بكل هذه التعيينات. أهل البصرة اليوم عندما تبرع السيد العبادي ب10,000 درجة وظيفية، وأنا ما أريد أكون مثالي وأعرض المقطع مع الفيديو شلون استلموا
الفايلات مال التعيينات والفوضوية والعشوائية اللي استلموا بيها الفايلات مال التعيينات. زين عندنا اتصال. ها أم إيمان رجعت، تفضلي أم إيمان. ألو. تفضلي. ألو. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس حابين نحكي على هالقطعة الخمسمية مال الشرطة ومال الجيش، ما يتفكر الحكومة دول أشياء يأكلون إيش يشربون نعم. اللي قاعدين إيجار 500 واللي يروح للرمادي أهل الجنوب يروح للرمادي راحة 200 جاية 200 ها بالأربعمية، يعني شي يكفي هذا الراتب؟ بس أريد أعرف يعني هالحكومة والنوب والقرض أريد ناخذه كله فائدة وكل حرام، يعني شلطانة دولة. مو على اساس شدوها من هالشهر، مو شدوها من هالشهر رجعوا؟ والله ما ندري على اساس قالوا بعد ما ندري. ايه؟ شدوها ما شدوها ما ندري بعد. لا هو انا يعني على اساس يقطعوها والله تفكير ما ضل بعقلنا. نعم. والقرض بده يعطوه كله فائده، خلي يعطوه قرض بدون فائده خلي العالم تاخذ. مو هذا القرض نريد نبني قرض كله فائدة ما نريد ناخذ، وراتبنا ما يكفينا ما نقدر نبني، بس احنا قاعدين بخمسمية، عندي خمس أطفال، رجلي يروح للرماد وأنا قاعدة ببغداد، راحة جاية وكراو ومصاريف أطفال، يعني ما يفكرون مين يجيب الواحد؟ لا هاي الخمس تحررهم هاي، تحررت بعد هاي، خلنا نقطع من رواتبهم. لا الخمسمية هاي الحكومة ما تصير لهم بشارة أبد. هاي الخمسمية مو عليها فوائد لأنهم حكومة إسلامية، يعني باعتبارهم كلهم إسلاميين فعندهم الفوائد. ما أدري حرام لو حلال، هاي مشكلة. إيه هاي مشكلة على بس يطون هاي ما بيها فائدة، قروض هاي ما بيها فائدة، نريد نبني يعني نعم. إحنا نظلنا مدى الحياة نقعد إيجار على العالم كلها قاعدة إيجار كلها واقفة على مدى القرض في فائدة. نعم شكرا يا أم إيمان شكرا. يعني هو هذه موضوع الفروقات أعتقد هذا الشهر بتوجيه السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة راح يشدهن، وأعتقد الأمور طيبة راح تكون إن شاء الله. الموضوع اللي نعم نعم طبعا من الناصرية ذي قار المدينة الطيبة هذه الأستاذ عدي الزيدي الناشط المدني والسياسي. أستاذ عدي مرحبا بك. حياك الله أستاذ الغالي، مرحبا بك وبالكادر وبالأخوة المشاهدين. حياك الله أستاذ عدي. بداية أنا بدي وياك تظاهرات أمس شلونها بالناصرية، وأنتم تستعدون أيضا لتظاهرة يوم غد الأحد أعتقد البصرة والناصرية والعمارة أو أغلب المدن غدا اكو تظاهرة. الآن أبرز المطالب مو قالوا انقطع الاتصال؟ لا نعم أسمعك. أي مو قالوا أنه اجتمع مجلس المحافظة وصادقوا على بعض المطالباتكم كمتظاهرين، وقال السيد المحافظ بعض الكثير من مدراء الدوائر الخدمية، شنو اللي تريدون الآن؟ تفضل. اولا عندما تريد القضاء على الفساد يجب ان تقضي على راس الفساد وليس ذنبه. بمعنى ان اقاله مدير ناحيه البحوث او مدير مجاري ماء الشطره هذا ضحك على الذقون وذر الرماد في العيون. نعم. عندما خرجنا بالمطالب الخدمات، نعم الناس تريد خدمات، لكن قبل الخدمات نريد محاكمه من منع هذه الخدمات منذ 15 عام وميدانية انفجارية ولديهم الأموال ولم يخدموا هذا الشعب. هل يعقل أن أطلب من فاسد أن يحاكم فاسد؟ لا بالتأكيد. سترون يوم غدا إن شاء الله المظاهرات التي ستنطلق في ميتان والبصرة وذقار وواسط والمثنى والقادسية والنجف وكربلاء وبابل، وأتمنى أيضا في بغداد. هذه المظاهرات صفوف المطالب قد ارتفعت الآن، ليس لدينا مطلب إلا إسقاط الفاسدين، إسقاط هذا الفساد الذي لم نجني منها إلا الأرواح التي زهقت والأموال التي هدرت والأرض التي أعطت بغير ثمن وسيادة العراق. أين سيادة العراق من كل هذا؟ يا سيد الغالي ربما يخرج
إنسان بسيط يطالب بالكهرباء وبالماء، لكن الأهم من هذا وقلناها ونرددها، نحن نطالب بالعراق، نريد إعادة العراق، نريد عودة وطن، الوطن مستباح، وتعلم من استباح هذه الأراضي، الوطن من دون سيادة، يحكمنا شباب الآفاق الذين لا نعرف لهم أصلا ولا فصل، شراط لصوص. لذلك غدا سترون نقلة نوعية في التظاهرات، وأنا أطلق عليها اسم الانتفاضة، غدا ستكون انتفاضة بإذنه تعالى من جنوب العراق إلى وسط العراق. لذلك المطالب لن تقتصر على الخدمات، الخدمات لا نريدها بعد الآن، نريد أن يعود العراق ويستلم زمام الأمور في العراق أبنائه الأوفياء الصادقين الذين شربوا من مياه دجلة والفرات وأكلوا من بلحة، لا من يأتينا من جاء بهم الأمريكان من أمريكا ومن لندن ومن إيران ومن تركيا ومن غير ذلك. نريد عراقيين أن يحكموا هذا البلد. المحافظ عندما أقال باسل هو المحافظ قمة رأس الفساد في محافظة في قار الآن، وأنا أتحدث معك وبيني وبين مبنى المحافظة 400-500 متر، هذه المحافظة هي بؤرة الفساد في محافظة في قار. إيش عندك يا من المحافظة أستاذ عدي؟ ايش عندك يا من المحافظه الان جاي هي اليوم غد ان شاء الله، لان يوم غد سيكون اعتصام وليس تظاهر. نعم اعتصام سنبني سرادق، اذا حرقوا السرادق يوم امس لدينا سرادق اخرى، والحمد لله هناك اناس يحبون العراق كما يحبون دينهم ومذهبهم واهلهم، يتبرعون بهذه السرادق وسنبنيها، واذا حرقوا السرادق مره اخرى سنعتصم في الحرب. طيب الآن المحافظ مكلب بالمحافظة، يعني مناوي يهدها مثلا، أو لأن أبو المرجع الديني باقر الناصري يعني مثلا إلى فد ميزة خاصة، لو مثلا ما عليه ملفات فساد باليد مثلا، شنو الموضوع؟ ملفات الفساد عليه للأسف، هو شوه صورة والده، يعني عندما هجم المتظاهرون على بيت والده الذي يبل، نعم كل الخطوط الحمراء بسبب المحافظ وبسبب الفاسدين، الشعب لم يعد يحترم أحدا أبدا، لم يعد يحترم أحد بسبب هؤلاء. هذا المحافظ لا يريد أن يعطي المحافظة، طبعا هي أوامر، وكأنها ضيعة اقتطعت له ولوالده ولحزبه، يعني هو وأعضاء مجلس محافظة ومدراء إدارات والمدراء العامين لن يتركوها. أعطيك مثل يا سيدي، نعم المقام في إحدى محافظات يقول بالحرف الواحد لن أسلم القضاء إلا بعد أن يخرج الإمام المهدي عجل الله فرجه، لأنه هو من سلمنا الراية. أي إناث الذين نتعامل معهم، أي عقول نتعامل معهم يقول لن أسلم المركزي ولن أسلم القضاء ولن أسلم القائمة المقامية إلا بأن يأتي الإمام المهدي وأسلمها إليه، وهذه قالها أمام شيوخ العشرة. طيب هذا تتوقع من هاري وهو تابع لحزب الدعوة. طيب بس سؤال أخير أريد أقول لك، الآن موضوع الكهرباء راح يحل، اليوم الكويت راح تزود العراق بغاز وايل، وغاز وايل وخلاص إحنا بعد يعني راح تنحل الأزمة، بعد شنو ما طالبكم؟ أقول لك وطن تقول لك كهرباء، ما طالبنا وطن مستباح. أنا بعد ما أريد الإيراني يعلق على نص البصرة والناصرية والعمارة، ما أريد معمم من طهران يجيب صورته ويخليها، لا بعد ما طالب كهرباء. كذا بالكهرباء نعتبر نفسنا بالعصر الجاهلي، لا بالكهرباء لا بالمي، نريد وطن، نريد العراق مستعيده، نريد نرجع وطننا اللي تباح واللي سيطرت عليه ايران من 15 سنه هي واحزابها، تطلع الاحزاب ويطلع النفوذ الايراني، هذا مطلبنا الاساسي، لا كهرباء ولا ماء، وجابوا الكهرباء من الكويت، برايك ما هو المقابل؟ ماذا اعطى الكويت حتى تعطيهم كهرباء؟ لذلك المطالب يا سيدي انتهت قضيه الخدمات، لا نريد خدمات، نريد وطن. جميل. الأستاذ عدي الزيدي الناشط المدني والسياسي، كنت معي من ذي قار، شكرا جزيلا لك. شكرا لك أستاذ عدي. عندنا اتصال شباب. نعم من اتصال منو؟ مهند تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. المشاهدين الكرام حياك الله أخويا. تقول بس الكهرباء، هي المطالب مو بس الكهرباء. نعم. وحتى الكهرباء يعني مستحيل تتحسن، يعني تقول الكهرباء إن شاء الله تتحسن والكويت راح تتبرع
بالغاز اويل او بس هي الكهرباء مستحيل تتحسن، يعني هذا حلم راح يصير ان الكهرباء تتحسن، بس هي مو هنا المشكله، المشكله مو بس الكهرباء، المشكله يعني كبيره بالبلد من ناحيه البطاله من ناحيه وطن ضاع. نعم انا تحدثت عن البطاله اللي تحدثت معدومه بلي. نعم خدمات معدومه، مستشفيات يعني مجرد يعني بس موظفين يداومون بها، يعني حاله الصحه بالعراق كلش من جميع النواحي، يعني حقيقه الوضع كلش تعبان، الناس تعبانه يعني صح. شكرا مهند معلومه نعم شكرا مهند. طبعا كلام الاستاذ عدي الزيدي ذكر موضوع قائم مقام احد المدن في الناصرية عندما التقوا بشيوخ العشائر قالوا له قدم استقالتك، من مطالبنا انه انت تقدم استقالتك. ايش قال لهم؟ قال لهم والله انا ما اقدم استقالتي ها الى ان يخرج الامام المهدي واسلم الرايه. يعني معقول احنا الى اليوم بهذه العقليه عندنا مسؤول بهذه العقليه، عقليه ان اليوم انا ما استقيل وهو فاسد والكل يعلم انه فاسد، والتظاهرات في امام المبنى ويقول والله ما اسلم او ما استقيل الا انا اسلم الرايه للامام المهدي الى ان يخرج الامام المهدي. زين تصوروا احنا اليوم باي عقليه نحكم الى هاي الدرجه واسطين احنا بالناصريه بذي قار. هذه مشكله. والمشكلة الأخرى مثل ما ذكر الضيف الكريم قال نحن بعد ما نريد ماء ولا كهرباء، احنا نريد وطن، نريد وطن نعيش فيه تحس بيه أنت بالأمان، مو بس خدمات كهرباء سيئة جدا، ماي ما عندنا ماي صالح للشرب، صحة الوضع الخدمي الصحي سيء جدا وتقديم الخدمات، وإضافة حتى الموظفين يعني مع احترامي لكل الدكاترة على عيني وراسي، لكن يوم روح لك إلى مستشفى حكومية زين وشوف تعال عندك أبرة تريد تضربها بلاش مو تمام، تعال على دكتورة أو تعال على سيستر، والله لو مطلقها لو مطلق أمها ما تسوي وياك هيك بالتعامل الأسلوب اللي يتعاملون به. اليوم احنا حتى بالمجال الصحي احنا نحتاج يحتاجون دورات، كلهم يحتاجون دورات، دخلهم دورات كيفية يتعاملون مع المريض، اذا انت مريض يمرضوك بالزايد من تجي الى المستشفيات، صدقوني في مدينة الطب اليوم اذا انت مريض تتمرض بالزايد من تروح المدينة الطب، اذا تنام ليلة بمدينة الطب يطلع لك مرض ثاني مخفي تمام. عندي اتصال من صلاح الدين، منو؟ روية من صلاح الدين، تفضلي. يا مدل يقولون في أصلاً ماي ماكو كهرباء ماكو تعيينات ماكو، صار 5 سنين أنا بأخد ماكو أي تعيينات. نعم. وأنا صاحبة ست بنات يعني مو كذا ولا اثنين. نعم. وين التعيينات؟ شنو هذا الوضع؟ قلنا للانتخابات صارت الانتخابات وتعيينات ماكو، كلها تأجيل تأجيل، صارت شنو الحكومة كلها تلخبط نفسها؟ نعم. يعني شلون الله يقبلها؟ أنا عندي 5 بنات، ليش أعين فيهم وراتب زوجي هو قليل؟ نعم. أنا المود على الأقل يحضن على التعيينات، وما يكون صعبة 6 بنيات، لو عندي ولد مو ذات أهمية، بس كلهم بنيات. يعني الله يقبلها صار 5 سنين مدرسة بعقد 150,000 ومن تلك المدرسة ما ينطوني راتب. صار 5 سنين قالوا على المحافظة، المحافظة كلها من اتقام يدهيل حبايب، انا ما عندي حبايب من يدهيلي. صح. طيب. وصلت الفكرة. طبعا موضوع التعيينات احنا على مود نكون منصفين. موضوع التعيينات أنه صندوق النقد الدولي أثناء إقراضه للعراق أنه كان هناك من الشروط أنه ما يتم إعطاء درجات وظيفية جديدة،
فهذا الأمر فرض على السيد العبادي وعلى الحكومة، لهذا الحكومة ماكو تعيينات منذ سنتين ثلاث سنوات وأكثر، لأن إحنا كنا محتاجين فلوس وداينونا وقالوا بس راح نداينكم بس هذه الفلوس، ما تعينون أي موظف اللي راح تأثر على الموازنة، هاي المشكلة. فلهذا إحنا مو قاعدين نبرر هنا العبادي، الخلل اللي صار أنه إحنا كنا تفاجئنا أن السيد العبادي وجه بإعطاء 10,000 درجة وظيفية للبصرة. طيب وإحنا صندوق النقد الدولي قايل لك لا تنطي تعيينات ولا تنطي درجات وظيفية، منين إجت هذه 10,000 درجة وظيفية؟ هذه لها تفسيرين. التفسير الأول، أما تكون هذه الدرجات الوظيفية هي كانت موجودة أصلا وضامينها، أو أن الموضوع غير صحيح وهذا ضحك على الذقون وماكو درجات وظيفية. هاي ماكو غير هالتفسيرين، يعني فقط هذا تخدير للشارع على مود الشارع البصري يسكت مثلا، يعني هذا التفسير، ماكو غير تفسير. تمام. اتصال أبو مقتدى من صلاح الدين، تفضل. السلام عليكم. سلام كل الهلا. أخويا إحنا صرنا مهاجرين، صرنا تقريبا في خمس سنوات. إيه. حدثت في بغداد. إيه. وما يقولون يرجعون، عشان يقولون يجيبون 100 مليون، يلا ترجعون صلاح الدين. أنت من وين مهجر؟ مهاجر صلاح الدين من قضاء الدجيل. يعني وين الدجيل؟ اي منطقه تحديدا؟ سيد غريب من الخارج. من ال الخارج الدجيل، وين خارج الشباب مع الشباب يفهم شويه. اي تدري انا اول خمس سنوات هجرنا، هم اللي هجرونا، هم اهل المنطقه يعني راحنا شهداء هيكلة بلاش، هجروا فضلا ما راحنا شهداء وفضلا ما هجروا منهم. يعني أنا أول مرة أعرف أن أكو بالديجيل ناس إلى الآن مهجرين، رغم الوعود اللي انطوها المرشحين والمحافظة. الآن ما يقدر يعني بالشاكة وعلى التلفزيون أحكيك بالقلبي، أخذ رغمي خاطرني خاطر على احتجاج، واحتجاج الموضوع شكو. خلاص شباب خذوا لي رقمه على مدانة خابرة، أو أنت تقدر أيضا تكتب لي على الفيسبوك مقداد الحميدان، بس دز لي رسالة إن شاء الله وأفهم منك الموضوع، وإن شاء الله اللي أقدر بيه أنا أتكلم مع سيد المحافظ أي شخص إن شاء الله، واللي أقدر بيه إن شاء الله. عيسى تفضل يا عيسى. السلام عليكم. عليكم السلام كل الهلا. شو صحتك؟ والله بخير، انت شلون امورك؟ سولف. الله يسلمك ويخليك. رحمة على والديك، احنا عشد عشائري، صرنا 4 سنين ما نسمي الراتب. ليش؟ والله ما اعرف، صرنا 4 سنين عادي ما نسمي الراتب. ادري حشد عشائري الان. وين اي حشد تحديدا؟ حشد ناحية المعتصم الواس 88، صار 4 سنين ومسجل راتب عادي. طيب عيسى دز لي عندك فيسبوك؟ عندي فيسبوك. اي مقداد الحميدان، دز لي التفاصيل وراح اخذ التفاصيل ادزن الى معاون رئيس هيئه الحشد الشعبي لشؤون الحشد العشائري، واشوف لك اذا ما صار في لكم او اذا مصروفت لكم ولا ملفوطات على مود انطيك اياها. صار لنا 4 سنين ولا سنين راتب. صار 4 سنين عدل ولا سنين راتب. صار دزلي انا تجبار مسؤول علينا قام اللواء. دزلي المعلومات كلها على الفيسبوك وانا حاضر باكر اردك خبر باذن الله. نعم. اتصال تفضل. حياك تفضل. تفضل انت على الهواء تفضل. احنا منتسبين الداخلية الهاربين، هو شو ما اسمه انا بالعفو. والله
اي بس عيد لي السوالف شوي شوي بهدوء على مود افهم منك. سولف. هو قال منتسبين الداخلية وكذا ما فهمت. نعم طيب. موضوع الأخ عيسى أيضا إن شاء الله موضوع يعني هذا موضوع الرواتب أعتقد البودرة الرئيسية كلها توصل لهيئة الحشد الشعبي باعتبار أن حشد العشائري تابع لهيئة الحشد الشعبي رسميا، وأعتقد يتم صرف إلا أكو خلل قانوني بموضوعكم هذا بحثا آخر يعني. أتابع إن شاء الله أتابعه وأنطيك خبر. موضوع أيضا أكو نازحين، موضوع النازحين وعودة النازحين يعني بصراحة أنا عندي معلومات كثيرة وملفات كثيرة، لكن التظاهرات في العراق في المدن الجنوب شوي أشغلتنا هذه الأيام سين، فبس إن شاء الله خلال الأيام القادمة لازم نفعل موضوع النازحين وإعادتهم للنازحين وهذا الوضع اللي يعيشون الآن النازحين في المخيمات سواء في كركوك سواء في بغداد سواء في سليمانية سواء في أربيل وإلى الآن ماكو عودة لهم. نأخذ اتصال. أبو من الطوز. أبو حسين من الطوز تفضل. أبو حسين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام مخبارك شونك حياك كل الهلا. استاذ مخزال بالنسبه لعوده هاي الكره لحد الان ماكو اي عوده، مجرد تجميد بيت بيسيامان بيك وبينقذ يمكن 10 15 بيت والباقي ماكو لحد الان ما عاد رجع لا سيامان بيك ولا طول المحيط ابو امرلي. نعم السبب ما تدري السبب شنو؟ والله السبب القيادات الموجوده هناك تقدرون تسالون تعرفون الوضع شنو. نعم الان مركز سليمان بيك رجعوا مو تمام؟ أخي 100 بيت من 10,000 12,000 عائلة 100 بيت راجعين. ها يعني مو العدد اللي احنا ببالنا في أعداد كبيرة وكذا. كما يصورون انه يعني يقولون راجعين كم وبدأت الناس ترجع. هذا اللي احنا نسمعه يعني. أستاذ والله نسبة الرجوع 1 بالألف. نعم. 1 بالألف يطلع ما يطلع. وخلاص بدأ يشتغلون في الملف. نعم لا كهرباء لا خدمات ولا اصلا الاستمارة الامنية حتى يشتغل بيها قبل نعم. الانتخابات قبل الانتخابات كم يوم دعاية انتخابية وهذا هو. نعم والان والان صارت سكتة. لا سكتة بس خصوصا الانتخابات واحد يجي صاريها. نعم صحيح. طيب ان شاء الله راح نسوي دراسة عن هذا الموضوع ونفعله ان شاء الله بالايام القادمة. شكرا ابو حسين شكرا لك. ابو ها ام محمد. ام محمد تفضلي. وياك يا ابو. هلا ام محمد تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. جافع المستشفيات ايه بدون عنايه وبدون خدمه للمواطن. ايه رحنا مستشفى اليرموك اخذنا أي. وحده عندها ولاده اي وراح تموت راح تموت فد مره صايره اي وما حد استقبلنا ما حد استقبلنا يقولون اخذوها بعدها وهي يعني داخله بالشهر العاشر وطفله صغيره وتالي رأسا رحنا مستشفى الهلال الأحمر استقبلوها يعني دخون وعمليتها ما طولت ساعة. عجيب. بفلوس يستقبلون. نعم. بس مستشفيات الحكومية ماكو عناية ماكو أي أهمية للمواطن. صح. هذه المشكلة اللي احنا نعاني منها ويقولون لنا ليش تتظاهرون ليش تسولفون مو هذه المشاكل لازم تنحل. والله العظيم راح تموت راح تموت اخذناها راح تموت. نعم. ما حد استقبلنا ولا احد دار بال رئيسا اخذناها وطلعنا شنسوي يعني. نعم. بالفلوس رئيسا استقبلوها قلت لك دخولنا وعمليتها وطلعها من العملية كلها ماكو ساعة. نعم. هاي المستشفيات الحكومية ويقول لك واحد ليش يحكي وليش يسولف. صح.
شكرا شكرا ام محمد. طبعا على خصوص مستشفى اليرموك الشكاوى كثيره طبعا، ما اعرف انا وزيره الصحه شنو شغلها، المهم هي راح تمشي ان شاء الله نأمن بالوزير الجديد اللي يجي زين. يعني اذكر انا في احدى اللقاءات تحدث لي كان وكيل وزير الهجره والمهجرين الشيخ جاسم العطيه يقول مصعد ابو التليفون، شايف لك بمستشفى مصعد ابو التليفون، يجي مريض للمستشفى الحارس يخابر او اللي واقف يخابر على فوق يقول منزلوا المصعد، ينزلوا صعدوا المصعد، صعدوا مصعد عاطل ما يقدرون يصلحوا على التليفون، صعدوا ونزلوا صعدوا. عجيب يعني، هذه ما صايرة لو بالصومال مو صايرة زين. المخرج هم عنده شو اسمه مشكلة على مستشفى اليرموك زين. وهسه مثل ما سولفت أم محمد تقول تريد داخلة بشهر العاشر وعدها ولادة ويقولوا لها بعدها ودوها البيت ورجعوها، يعني بعدها هي ما مو وقت الآن تولد ويودوها، فهذه مشكلة المستشفيات. ومن تتعامل مع تجي مع الموظفة السيستر حتى بعض الأحيان الدكاترة قلت لك لو مطلق أبوه لو مطلق أمها لو يعني لو مسوي لها مصيبة كبيرة هم ما تتعامل معك بهذه المعاملة زين. من الطوز أبو عبد الله، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم أستاذ. السلام ورحمة الله، شلون وضعكم بالطوز شلون بشرني؟ والله الحمد لله، والله كل شيء الحمد لله. الحمد لله إن شاء الله دوم، تفضل أبو عبد الله. والله شو أستاذ مقداد بس عنده طلب واحد إن شاء تفضل. الله شيء. تفضل. بس عندنا مخطوفين. إيه. محتقلين يعني لحد الآن ما ندري مصيرهم شنو. نعم، اللي 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 معتقلوا بمال 10 محرم لو غيرهم. 10 محرم وراها يعني كان احزاب ياخذونه يعني مشيات ياخذه، هذول ما نعرف لحد الان مصيرهم شنو. نعم استاذ مقداد عندي موضوع، بس واحد طلع من سجن في منطقه البياد قال موجودين كلهم مكان واحد. وين؟ والله بغداد اطراف بغداد، بس يعني هذا انطونا خبر يعني هو اكو معتقل ذكر النائب السابق بدر الفحل قال اكو في جرف الصخر هناك معتقلين كثير مخطوفين كثير عند احد الميليشيات، ذكر احد النواب هذا الشيء، واعتقد موجود هذا الشيء. لكن الان تقول لي انا اقدر اشوف لك الاسماء، الان اقول لك لا مو صعب، اكذب عليك اذا اقول لك اقدر اشوف، لانه الان جلسه مع السيد العبادي حاول انه بس الكشف على اسماء المعتقلين اللي موجودين عند هاي او المخطوفين اللي موجودين عند هاي الميليشيات، يقول السيد العبادي روحوا ياهم تفاوضوا شوفوا الموضوع يعني ما عندنا حل الا نتفاوض مثل ما تفاوضوا القطر ويا الميليشيات وطلعوا القطريين المخطوفين. لازم نسوي وفد من المكون السني زين، لا تخلونا نتكلم بهذا الكلام الغير لائق يعني بصراحة والطائفي، إلا نسوي وفد من المكون السني، شيوخ عشائر وسياسيين وتجار وتجار سياسة، وناخذهم نروح نفاوض وياهم مثل ما تفاوضت قطر، ونعطيهم هم مليون دولار وبركة يطلعونا المخطوفين اللي خطفوهم من هاي المناطق. يعني إلا تخلونا نتكلم بهذا اللهجة بصراحة. نعم اتصال ظاهر. ظاهر تفضل. تفضل ظاهر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الله يخليك. احنا ماشي وزير الداخلية المحافظ شيخ قاضي الشرطة صلاح الدين، احنا منتسبين المفصولين. نعم. قبل 4 سنوات اتصلنا. ايه. عودونا مرتين يعني قابلنا مرتين بالشؤون اللي ايه. شارع تكريت او شارع احتفالات. نعم. زين احنا مرتين قابلونا، احنا اصحاب عوائل، قدمنا جهاز، جزء انت الوضع مالنا يعني وقعدنا. صح. وبقت زمن داعش يعني طبوا جزء انت صار اللي صار صلاح الدين. نعم. وما تدري هسه حاليا انه مقابلنا مرتين ولي حدا اي جواب ماكو، الناشد سيد خالد شفاه سيد المحافظ
لا هو الموضوع أخوي ظاهر الموضوع مو يم قائد الشرطة ولا يم المحافظ، موضوع يم السيد وزير الداخلية، والسيد وزير الداخلية يعني أستاذ محمود إحنا بيد واحد يقول لنا يا بس نعم إن شاء الله كيت وكيت إحنا صحنا ما تقابلونا يعني أنا طاش الساعة أول مقابلة بالأربع فجر وقابلت ودقونا اسماء بالحاسب ووضعيتنا الدوام مالتنا الكلية كاملة، مرة الثانية نفس الحالة وأي أي أي جواب ماكو لا الظاهر على مود انا اخليك بالصوره الموضوع عند وزير الداخليه انا شخصيا تكلمت مع معالي الوزير شخصيا في هذا الموضوع والرجل كالاتي قال احنا الان الاعاده موجوده ودرجاتهم الوظيفيه موجوده الان احنا نجري تدقيق امني عليهم كامل وبعدين يتم إعادتهم حسب المناطق، فأعتقد الموضوع يراد له وقت خصوصاً إحنا كنا في فترة انتخابات وبعدين رجعنا إلى فترة تظاهرات، فأعتقد هذا هو التأخير وأيضاً راح أبعث إن شاء الله برسالة للسيد وزير الداخلية أسئلة أيضاً على هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. شكراً ظاهر، شكراً ظاهر. إذن أحبتي الكرام طبعاً شكراً لكل من اتصل وشكراً لكل من شارك واعتذر عن اللي ما استقبلت اتصالاتهم لأنه كما شفتم وقت الحلقة كان جداً يعني ضيق ما لحق تأخذ اتصالات لكن راح نلقاكم السبت المقبل اللي عنده مشكلة إن شاء الله ما نقصر باللي نقدر عليه كما ذكرت الصفحة الشخصية مقداد الحميدان إن شاء الله أحاول يعني اللي أقدر عليه إن شاء الله ما نقصر وياه. شكرا لكم ونلقاكم السبت المقبل في أمان الله.